لأول مرة في مصر، أنت وبس. حياتنا اليومية فيها حاجات كتير أوي بتتغير. السنة الشاي، القهوة، الحلويات، طول ما أنت ماشية في يومك أنت إيه بتتعاملي في أسنانك، يعني ممكن ما تغسليهاش خالص، بس الغلطة الكبيرة اللي هي قبل ما ننام ما بنغسلش أسناننا، دي يعني بتلغي حوالي 50% من المشاكل. تمام، طبعا احنا المفروض بنغسل سناننا 3 مرات على الأقل، مرتين. تمام، طبعا بعد ما بنغسل سناننا في تنظيف السنان بالخيط او بالخيط الطبي او السواك طبعا، والمضمضه، كل الكلام دوت. كل ما بتزودي العنايه كل ما الموضوع معاكي بيبقى احسن. هل انت لما بتغسلي يعني بتقصي ضوافرك وبتلمعيها وكده، هل بيحصل فيها مشكله؟ لما بتغسلي شعرك بيحصل فيه مشكله؟ هي السنان بالظبط كده، هي مشكله الناس بس بتتعامل مع السنان ان هي مش حاجه ضايقه قوي، يعني حاجه ثانويه في حياتك. لا، هي دي اساس حياتك. يعني انت لو جينا بصينا لكل حاجه او كل مشكله في جسم الانسان هتلاقي ان هي بدايتها من المنطقه دي. اي مرض بقى او اي مشكله في جسمك خالص هتلاقي بدايتها من السنان. intus.com رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري.